كتير من البشر بيميل لتربية بعض السلالات الكلاب القوية والخطيرة لاستخدامها للحراسة وللصيد ولغيرها للأغراض البوليسية والعسكرية، ولكن لو فكرت في الموضوع من منظور السرعة ممكن تكتشف أن السرعة وسرعة الكلب عموما أهم من قوته. هيفرق في أن الكلب يكون ضخم وقوي وبطيء مش بيعرف يطارد أي فريسة، ده غير أن الكلب لو سريع ممكن يشارك في سباقات الكلاب ويكسب صحابه ملايين الدولارات، وعشان كده هنتكلم عن أسرع الكلاب في العالم على مر العصور. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا ناخد صواب مع بعض ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. انا منى شاكر ودي قناتي على اليوتيوب Only Dogs Lover. ياريت ما تبخلش علينا باللايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من محبينا ومتابعينا. يلا بينا نبدأ الفيديو. معظم كلاب الصيد بيقتلوا الفريسة وهم بيصطادوها، وده لأنهم بيضطروا يمسكوها بقوة بأنيابهم الحادة، ولكن ده مش بيحصل مع كلب الدولميشن لأنه بيقدر يصطاد الفرايس ويجيبها حية في بقه، يعني مش بيغرز انيابه عليها وبيموتها زي باقي كلاب الصيد التانية. الكلب ده كان بيستخدم لصيد الغزلان والخنازير والحيوانات الصغيرة الحجم، وعلى عكس معظم كلاب الصيد اللي مش بيكون ليهم في الحراسة، فخطورة وشراسة كلب الدولميشن خليته يتصنف من ضمن اخطر كلاب الحراسة في العالم، وعشان كده كانوا بيستخدموه قديما لحراسة عربات وخيول الطبقة العالية في القرن 19، وكان بيجري كمان امام عربيات المطافي ويسبقهم عشان يوسع لهم الطريق. كلب الدولميشن بيعتبر من اذكى واسرع الكلاب في العالم، بتصل سرعته ل 60 كيلومتر في الساعه. زي ما بتكون في كلاب كل وظيفتها الحراسه، بتكون في كلاب تانية بتكون مخصصه للصيد فقط، يعني بتكون كل وظيفتها في الحياه انها تجري مع الصيادين وتسبقهم وتقبض على الفرايس زي كلب الصيد فزلة. الكلب ده بيساعد الصيادين بطريقه غريبه جدا، يعني بيجري ويسبقهم ويقف قريب من الغزاله مثلا وبيشاور عليها ببقه، وده من بعيد ومن غير ما الغزاله تحس بوجوده، وبيفضل واقف في مكانه ومشاور عليها لغايه ما الصياد يحصله وياخد باله من الفريسه. الفزلة كلب صيد ذكي وسريع جدا، وبتصل سرعته ل 64.4 كيلومتر في الساعة، وبيتميز بحاسة شم قوية جدا بتساعده على صيد الحيوانات الصغيرة وخصوصا الطيور. لو فكرنا نحط النمور في مقارنة مع اي حيوانات مفترسة تانية، فما اعتقدش ان فصائل الكلاب هتكون مناسبة للنوع ده من المقارنات، وده لان النمر ممكن يسحق معظم فصائل الكلاب بكل سهولة، لكن مع كلب الصيد الافغاني الموضوع مختلف. الكلب ده تحديدا بيتم استخدامه في افغانستان لصيد النمور والغزلان، وبيحتل المرتبة الثالثة في قائمة اسرع الكلاب في العالم. الكلب ده بيتميز بالنشاط والسرعة وطول القامة، وبتصل سرعته 64.4 كيلومتر في الساعة، وده سرعته بتعادل سرعة كلب الفيزلا تقريبا، وعشان كده هما الاتنين دايما بينافسوا بعض على المرتبة الثالثة باستمرار. اصوله حتى الان غير معروفة، ولكن تم اكتشاف صور ليه في كهوف افغانستان بيرجع تاريخه لاكتر من 4000 سنة، وطبعا بيعتبر من اشهر الكلاب اللي بتشارك في مسابقات الكلاب العالمية. كلب السلوكي، اتعرفت كلاب السلوكي كاشهر الكلاب العريقة من قديم الزمان، واستخدمها الفراعنة قديما في كل مواسم الصيد من اكتر من 2000 سنة قبل الميلاد. الكلاب السلوكية كانت ظاهرة في نقوش ورسومات كتير على المقابر الفرعونية، وبيعتقد الخبراء ان اصول السلوك بينحدر من فصيلة ذئاب الصحراء. وكلب السلوكي قديما كان معروف باسم السلوكي الفارس او كلب الغزلان، وبتصل سرعته 69 كيلومتر في الساعة، وبكده بيحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة اسرع الكلاب في العالم. الكلب ده لو ما كانش عندك خبرة كافية ما ينفعش تربيه اطلاقا، ده لان شعره كثيف وبيحتاج لنوع مخصص من الرعاية، وكمان عنده حب شديد للجري بالفطرة، وبالتالي ما ينفعش تربيه في شقق سكنية صغيرة ولا البيوت الصغيرة اصلا سواء فيلا او شقة. وحاليا بيستخدموه البدو في صيد الغزلان في الصحراء الواسعة. ودلوقتي وصلنا لأسرع كلب في الكلاب، وبيسمى بماركة الفراري في عالم الكلاب، وبيتربع كلب الجري هاوند على عرش أسرع الكلاب في العالم. الكلب ده بتصل سرعته ل 72 كيلومتر في الساعة، ودي سرعة بتعادل متوسط سرعة الخيول تقريبا. الجري هاوند بترجع أصوله لأوروبا الشرقية وإيريسيا، وبيعتبر كمان من الكلاب الطويلة جدا، طول الذكر منه من الكتف 76 سنتي. معظم البشر حول العالم بيربوا الكلب ده كاستثمار لاستخدامه في السباقات مش أكتر، وطبعا السباقات دي بتعود عليهم بملايين الدولارات على ملاك الجري هاوند، وده لانه ببساطة كان ومازال اسرع كلب في العالم حتى الان.
ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.